سلام عليكم وبركاته، معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده هنصور روتين يومي، او زي ما بيقول ان هو يوم الكامل او يوم رمضان. الصراحه مش عارف اللي انا هعمله ده، ومش عارف اللي هيحصل معايا. الاوضه لسه مش متروقه، يا دوبك صحيت لبست. والنهارده اوريكم الروتين الشعري ان الروتين اليومي بتاع شعري اللي هو بيبقى كده اهو. تجيب شعرك تعمله كده على جنب كده بدون مشط بدون اي حاجه كده اهو. ايوه كده تمام، كده خلصنا الشعر. دلوقتي هنبدا في ترويق الاوضه، لان الاوضه زباله جدا. تعالى اوريكم بس الاوضه عباره عن يعني كده ماشي، وعباره عن ايه، عن كده في الارض، وعباره عن كده وهنا، فلازم تتروق. فانا هعمل ايه اول حاجه بعملها قبل اول ما اصحى من النوم كده؟ بصوا سيب ده هنا كده اول ما بصحى من النوم. يا جدعان احنا اخوات، عفوينا يا جدعان، ننزل تحت هنا نيد الكمبيوتر. بعد ما ايدنا الكمبيوتر نقوم جايين فاتحين اضاءتنا الجميله. بس اهم حاجه ندوس الزرار ده اهو، ده اهم حاجه. 1 2 3 اهو الكمبيوتر كده قايل تمام. بعد كده نقوم جايين، شوفوا الوش اللي هينور ده، ايه استنى صلاة الموبايل يقع، تبقى اول يوم رمضان جامد. او شفتوا كده احسن. لا نفتح التاني كمان. استنى بصوا هيجي من ورا كده، اوب فتحت التاني كده، ابقى منور من كل الجهات. وهنا برضو يعني مرايه جايباني من ضهري، فهتبقى الدنيا جميله جدا. وده تقريبا يعني اول ما بصحى الصبح بعمل كده فعلا، اقسم بالله اصحى ايد الاضاءه وايد الكمبيوتر، بعد كده اعمل شعر، بعد كده اقعد على الكمبيوتر. ده البدايه. بس اهم حاجه النهارده لازم نعملها ان احنا نصلي. يلا بينا عشان نصلي. اوكي يا جدعان، دلوقتي شايفين المنظور، انا مش عارف ايه المنظور بعيد قوي ده، بس انتوا شايفين ها دلوقتي نبدا ان احنا نروق الاوضه، لان انا اصلا صحيت الساعه 8 وما لحقتش اعمل اي حاجه، ودلوقتي الساعه تقريبا 2، صليت الظهر يا دوبك والعصر هيأذن، فيلا بسرعه نبدا الترويق. اوكي يا جدعان، زي ما شفتم كده اتوقع ان انا خلصت الاوضه، وخلصت تقريبا بنسبه يعني 80% كده. فاضل ال 20% التانيين ان هي تتمسح، وان هي مثلا ايه حاجات بسيطه كده، التراب مثلا كده، الحاجات دي انا بعملها، وساعات امي وساعات بقى انتوا فاهمين اي حد بيبقى موجود بيعملها. وزي ما انتم شايفين اتوقع ان هي كده نطفت نوعا ما. ودلوقتي هنبدا ان احنا ننزل عشان نشوف هيعملوا اكل ايه. يا جدعان طبعا نزلت سالتهم هتعملوا اكل ايه النهارده، قالوا مشويات ومحمرات. انا ما اعرفش، بس هو ده اللي انا سمعته، مشويات ومحمرات. انا بني ادم ما بحبش الاكل، هقول لكم مشويات ومحمرات ومحشي ورق عنب ومحشي اللي كلهم يعني كلهم، فهمتوا ازاي؟ فالنهارده عايز اقول لكم على حاجه، الحاجه دي اللي هي الوحيده اللي ممكن تخلي رمضان يعني اول يوم ما يبقاش اللي هو ها يعني، لان اول يوم النهارده اخويا مصطفى هيبقى في الجيش ومش هيفطر معانا، فكده مش هنبقى متجمعين كلنا. وعايز اقول لكم ان لما واحد كده يبقى ناقص كده، فاهمين ازاي؟ بتبقى الموضوع وحش قوي، او مش وحش يعني نوعا ما، تبقى ايه يعني ما تبقى متجمع وكله اول يوم رمضان كده جامد. فانا دلوقتي بقى ايه اللي انا هعمله؟ دلوقتي انا هبدا ان انا امنتج المقطع بتاع قناتي العاديه، وهبدا دلوقتي ان انا اظبط وضع بقيه اليوم، او ان انا اصور عشان خاطر بكره، لان دلوقتي الوقت ده يعني مفيش حاجه اعملها، مستنيهم قبل ما اخلص الاكل عشان اصور بقى ونظبط الدنيا وكده. طبعا المقطع ده بينزل في نفس اليوم، انتوا متخيلين؟ انا باصص لك، انت متخيل؟ انزل دلوقتي اضغط لايك واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل زر التنبيهات، واكتب في التعليقات حاجه نعملها في رمضان. كنت عايز نفسي ان انا اعمل فيديو تعليق زينه والكلام ده، بس تقريبا مش هينفع والله يعني، لانه عدى. وبعدين اللي بيعلقوا الزينه عندنا في الشارع الناس الله يعني برد عنهم فاهم. فانا مش هقدر ان انا اصور فيديو زينه وكده، بس ما تقلقوش ان شاء الله تاني يوم رمضان اول ما اخويا يجي هنعمل زينه ونصور بقى كل حاجه تاني. يعني احنا في رمضان معانا 30 يوم هنعمل فيها كل حاجه، و30 اكله و30 فيديو و30 كل حاجه. ف بالله عليكم لايكات، يلا بينا. اوكي يا جدعان دلوقتي خلصت المونتاج زي ما انتم شايفين، وطلعت فوق السطح عندنا عشان خاطر دلوقتي الوقت اللي انا ببدا فيه ان انا اتامل كده في الطبيعه، اطلع ابص على الناس في الشارع وكده، لان اصلا انا ما عنديش يومي ما بطلعش اصلا بره البيت، يعني مره مرتين درس مش عارف ايه، بس ان هو طلوع تاني لا. فانا بطلع فوق السطح هنا
اقعد اتفرج على الناس تكاتك حاجات جميله كده بتبقى معديه. وكمان في حاجه كنت اعملها دلوقتي ان انا اصلي العصر لان العصر اذن. اتفضل. مش لسه حد بيتفرج عليا دلوقتي هقول له ايه طيب. طيب فدلوقتي انا هقوم اصلي العصر لان لازم اصلي العصر ما صليتش العصر. فهصلي العصر وبعد كده هبدا ان انا انتقل بقى للمرحله اللي بعدها مرحله منتجه الفيديوهات. وبعد كده انا مستني بس امي اشوفها وهي بتعمل اكل اصور المحشي اصور كده اي حاجه ليكم. اتفضل اتفضل حبيبي ماشي يلا بينا. طبعا نازل من ورا امي دي المفروض الحاجات اللي هتتشوي اهي دي ودي تمام. انا ما اعرفش بس انا بقول كده على حسب معلومياتي انا تمام. وهنا عندكم المحشيكو والله انا فاتحهم كده في الفلفل الضرب اهو محشيكو والفراخات واللحميات. وطبعا انا هنزل ستوري بالاكل بعد ما يتشوي ينزل على الطبليه. ليه؟ لان مش هعرف ان انا اصور كل ده واصور كمان ومنتجه وانزله في نفس اليوم. فانا بعديها بيوم او بعديها بيوم في نفس اليوم هتشوفوا الستوري بالاكل صوره على اليوتيوب. فبخش احط عليها لايك يعني بعد المقطع ده تقريبا او مش بعد المقطع بعد ما المقطع ينزل هتلاقوا الصوره دلوقتي في المنتدى. طب يا جدعان دلوقتي ما بقاش فاضل غير اذان المغرب. اذان المغرب ويبقى خلاص كده اول يوم رمضان عدى. وعايز اقول لكم ان هو عدى بسرعه جدا وصلينا الحمد لله ظهر وعصر ونص مغرب. الفجر نسيت الفجر كنت صاحي وما صليتوش يعني حرام عليا حرام عليا انا حرام عليا. المهم احنا صايمين دلوقتي وان شاء الله يعني تقريبا كده الساعه 4 اهي تمام 5 6 تقريبا بدا 6 وثلث فساعه وثلث كمان وهيبدا الفطار والحاجه تنزل. هصورها صوره كده كامله على الطبليه وبعد كده ارفعها لكم على المنتدى او في ستوري على القناه ما تقلقوش هظبطكم برده. بس عشان خاطر ان انا ما اقدرش ان انا اصور الاكل وهو بيتشوي والكلام ده كله. لو عايزيننا نعمل كده انا ما عنديش مشكله اتعب بس لو المقطع ده وصل 30,000 لايك بعد كده هبدا ان انا ايه اصور لكم بقى هو بيتعمل وبتاع لان الموضوع تعب بجد تمام. فانا بجرب اول يوم الواحد صايم خلاص يعني صوتي بدا يروح والحمد لله بفضل ربنا هيبقى اول يوم من اجمد الايام لان الحمد لله يعني اتعرفت على ناس جديده وناس حلوه ويوتيوبر كتير بس فيهم يوتيوبر انا حبيتهم جدا وناس انا بحبهم جدا لحد دلوقتي وقاعدين بيتفرجوا على المقطع ده. فانا بحبكم جدا او بحبك انت جدا تمام. وبس يا جدعان اشوفكم مقاطع جايه على خير الله. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين واول يوم رمضان مع ام كامل او روتين مش عارف ليه انا بقول روتين يومي كده طالع عامل روتين مع يعني بنت فاهمين. اصل انا اللي اعرفه ان البنات هي بتعمل روتين مع يعني اول مره اعرف ان في رجاله فهمتوني وبس يا جدعان كده كان يومنا. واستنوا بقى استنوا اسمه ده استنوا صوره الاكل بعد ما يخلص في ستوري او على المنتدى هنزله صوره تمام. هنزله صوره على المنتدى اول يوم رمضان وهنزله في ستوري كامله. بخشوا على القناه كده وشوفوها الاكل كله محطوط كده وان شاء الله يبقى رمضان سعيد علينا وعليكم يا احلى ناس في الدنيا. وانا مستني النهارده مسلسل موسى مستني رامز عقله طول بس بيس اوت.